مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشاهير وابرز عناوين حلقتنا لليوم. ميريام فارس بتحتفل بانجاز جديد، كارلا بطرس بتناشد وزير البيئه وبتقدم اعتذار، انشوده رمضانيه بيطرح جرعد باللهجه الخليجيه، سحر اسود داخل منزل شيرين عبد الوهاب، لجين عمران بتكشف عن محاولتها الانتحار، ورحمه رياض بتقدم فوازير رمضان خاص للعراقيين، اصاله بتكشف عن مرضها بشلل الاطفال، وفايز المالكي بيكشف عن إصابته بجلطات بالرئة. نفتتح هالفقرة مشاهدينا باحتفال الفنانة اللبنانية ميريام فارس بنجاح أغنيتها هذا الحلو يلي تخطت 300 مليون مشاهدة على قناة الرسمية على يوتيوب، ونشرت ميريام فيديو جمعت فيه المئات من المعجبين يلي عزفوا ورقصوا على ألحان الأغنية بالتحدي الخاص يلي كانت أطلقته ملكة المسرح سابقا، وعلقت ميريام وقالت أنتوا يلي بتخلوا للنجاح معنا بحبكن كتير. ننتقل لمقطع فيديو نشرته الممثلة اللبنانية كارلا بطرس لشجرة بجانب منزلها لحق فيها دود ضرر كتير كبير ووصل لشرفة منزلها، وطلبت كارلا من المسؤولين اللبنانيين انه ما يحرموا هالبلد من لبنان اللي تعودنا عليه، وقالت المسؤولين لازم شوي يهتموا بهالامور، او المسؤولين عن البيئة أو وزير البيئة أو البلديات، مش مسموح أبداً أبداً دود الصندل دخل بيوتنا، شوفوا هيدا الكيس يلي على شرفة بيتي وشوفوا الدود على الشرفة، بعتذر على بشاعة المشهد بس إنه بليز حداً يتصرف بالبيوت. شوفوا هيدا مثلاً على بلكوني أنا، وليكوا وين إني أجوا على البلكون، بعتذر على بشاعة المشهد بس إنه في مينيموم يعني الجرادين عم تجي. نختم مشاهدينا هالفقرة بأنشودة رمضانية أطلق الفنان جرعد بعنوان حياك شهر الخير باللهجة الخليجية، وهي هدية منه لجمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والأنشودة من كلمات الشاعر تركي السويلم وتوزيع أحمد عصمت وميكس وسيم حسن. نبدأ مشاهدينا جولتنا العربية بخبر تصدر العناوين، فخلال حلول ضيفي ببودكاست بيك تايم مع الإعلامي عمرو أديب، فجرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مجموعة تصريحات عن تعرضها للأذى خلال السنوات الماضية على يد أقرب الناس لإلها، وبالتفاصيل تحدثت شيرين عن العديد من الأزمات يلي مرت فيها، أبرز أزمة عثورها على سحر أسود وضع على باب منزلها الرئيسي، وقالت أنها تعرضت للخيانة بشكل متكرر ومستدام بحياتها، لافتة إلى أنها فوجئت ذات مرة بكيس وضع على مفصل باب منزلها بيحتوي على مادة بيضة ناعمة تشبه الرمل، ووجدت بداخله مفتاح، ووقت تدققت فيه تبين معها أنه مفتاح غرفة نومها، وأكدت أنه هذا السحر غير حياتها تماما. مكملين جولتنا بتصريح مفاجئ من الإعلامية السعودية لجين عمران، كشفت فيه عن محاولتها الانتحار بعد وفاة جدتها يلي بتعتبرها أهم شخص بحياتها، بحيث شعرت بتفكك وتشتت نفسي، ووصفت لجين جدتها بالصندوق الأسود يلي بتحب الحديث معه، وأنا طبيبتها النفسية يلي بتسمع لها وبتداوي جروحها. منكمل جولتنا العربية بإعلان من الفنانة العراقية رحمة رياض عن إطلاق مسابقة رح تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهي خاصة بجمهورها بالعراق بحسب ما نشرت عبر حسابها على إنستغرام. وظهرت رحمة بفيديو مصور هنأت في جمهورها بحلول هذا الشهر الفضيل، وقالت كل عام وأنتم بخير، عساكم من عوادة، حضرت لكم مسابقة رح تكون مخصصة للجمهور العراقي وحده. وكملت رحمة رح شارككم بهذه الفوازير عبر ستوري طيلة شهر رمضان، والمسابقة بتتضمن 10 أسئلة فقط رح طلع عليكم كل 3 أيام. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة ورمضان كريم عليكم جميعا. حضرت لكم مسابقة، بس هاي المسابقة رح تكون لجمهورنا العراقي فقط. المسابقة هي مستمرين معكم مشاهدينا بتصريح من الفنانة السورية أصالة نصري يلي كشفت عن معاناتها من مرض شلل الأطفال يلي ما زال مرافقها ليومنا ويلي سبب لها بعض الأوجاع، وقالت النجمة السورية ببودكاست بيك تايم مع الإعلامي المصري عمرو أديب ما
مشكلة إجري بتتجدد من 4 سنين وجدت عند المرض لأنه بيتأثر بالحزن، رجلي حساسة مثلي ولما أزعل تضيق على طول. وردت أصالة على استغراب عمره من عودة المرض للكبار وقالت مش بيرجع، هو ما راح، أنا عندي شلل أطفال وهو بضل موجود. وقاطع وقال هو مش شلل أطفال، هيدا بضل الأطفال وبينتهي عند الكبار. وردت عليه بطريقة مزح لهيك بقول إني طفلة. نختم مشاهدينا جولتنا العربية بخبر حزين عن الفنان السعودي فايز المالكي يلي كشف عن كواليس رحلته مع التدخين والأثار الجانبية يلي سببت إصابته بعدة جلطات بالرئة. وأصيب الفنان السعودي بثلاث جلطات دفعة واحدة، ولفت إلى أن الطبيب الخاص فيه حذره من الطريقة الإلكترونية بالتدخين لأنه النفس الواحد من الدخان فيها بيحتوي على كمية كبيرة من الدخان ومواد حارقة موجودة بالسيجارة العادية، ونصحه الطبيب بالتوقف فورا عن التدخين. شكرا للمتابعين، ملتقانا يوم الجمعة بنفس التوقيت على قناة الجديد فن عبر يوتيوب. تصبحوا على ألف خير.